أفاد مراسلنا بوقوع 3 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية. تشير الأنباء الواردة من أكثر من مصدر إلى أنها إحداها استهدفت الأوزاعي، أول مرة تستهدف هذه المنطقة في بيروت، وكذلك محيط مستشفى رفيق الحريري الحكومي أيضا هناك. الآن قطاع المستشفيات يدخل في إطار الاستهداف الإسرائيلي كما تلاحظون. كان هناك اتهامات إسرائيلية وادعاءات لمستشفى الساحل في على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت بأنه يحتوي على أموال، هناك نفق تحته فيه أموال مهربة من قبل حزب الله، وهو ما نفاه كليا مدير مستشفى الساحل الذي كان معنا قبل دقائق. كذلك نقيب الأطباء اللبنانيين حذر من أن هذه التهديدات الإسرائيلية قد تكون تمهيدا لاستهداف واسع للقطاع الصحي في لبنان.